خالد جربي مدير عام شركة تي كونسلت. البرنامج هذا ولا التجربة هذه هي تجربة رائدة، سي ان بروجي بيلوت بدينا فيه توا مع زوج جامعات، جامعة دونيت وجامعة سيبكوم في تونس. توجهها خاصة للطلبة نتاع السنة الثالثة اللي هما يعني تخرجوا السنة اللي هو مهندسين. توجهنا أيضا لمجموعة من الدكاترة اللي هما يعملوا في الدكتوراه في سيبكوم، على أساس إنه نعطيهم قيمة مضافة. إحنا ما نشكوش في إنه التكوين في سيبكوم وفي لينيت من أحسن التكوين في تونس، لأنه هما طبعا من أحسن الجامعات، لكن إحنا أيضا نجزم إنه سيرتيفيكاسيون تي كونسلت هذه باش تعاونهم أكثر، باش تعطيهم قيمة مضافة، باش تعطيهم فالور أجوتي، تعاونهم على وجود شغل في تونس وربما حتى خارج تونس، لأنه الخبرة نتاع المكونين نتاعنا هما اللي هي اللي ربما عاونت على ديفلوبمون نتاع لي كور وديفلوبمون نتاع لي فورماسيون. أيوا، هو فما التكوين اللي فيه مراحل وفيه مواد ومعناها ما تغيرش، وفما السوق اللي هي تتغير والتغير بتاعها متسارع، هي سوق الشغل اللي تتكلم في كفاءات جديدة وكفاءات اللي تمشي مع الآليات وتمشي مع التطبيقات وتمشي مع الأجهزة الجديدة. والتكوين الإشهادي هذا هو يعمل كل هبزة توصل بين الاثنين، هي يكمل التكوين في الجامعات، التكوين في المدارس العليا، يكون إشهاد معنا في اختصاصات معينة تستجيب لسوق الشغل، وبالتالي المبادرة هذه هي تندرج في التكوين الإشهادي هذا المكمل للتكوين الأساسي اللي يوقع في الجامعات. نيس عجبوني سيبكوم سيرتيفي اي ام اس اي بي ملتي ميديا سب سيستم وسيرتيفي فيجي. السيرتيفيكا دي كونسيلت هذه تنجم تعاوننا بعد كان في لوكو دي بوش، تاتاش تعرفوا معناتها تو اللي عنده اكثر سيرتيفيكا اللي عنده اكثر معناتها ديزانفورماسيون تخص الحوايج هذه التكنولوجيا دانفورماسيون كيما الالكتريك كيما التواجد كيما الاي ام اس تساعد في الانتداب نشوف الزوجة تقول واي ما تدي في الإنجليزية في الأورج في سوسيتي تاع يوتيوب مور إبسون هواوي ديما يكتبوا الحوايج اللي هي تاع كونيسونس تاع المواد التكنولوجيك تاع الكوين وتواجه مضى فيهم الناس مثلا تعرف البارامتر تاع التكنولوجيا هذه. مرحبا بك، أنا إنجينيور سيمانيت لي كومونيكاسيون ميدينيت سيرتيفي يو ام بي اس